معظم الذين غادروا أوطانهم إلى المنافي ظنوا أن غيابهم سيكون مؤقتاً وأن إقاماتهم في الأوطان الأخرى عابرة، لكنهم بعد حين انتبهوا أن المؤقت دائم وأن ذاك الحنين الذي اشتعل في البدايات خف كثيراً ولم يبق منه سوى ما يذكر بأسبابه. رسم خفاجة واحد من هؤلاء، عراقي آخر من المبدعين الذين غادروا بغداد أواسط سبعينات القرن العشرين، استقر في هذه المدينة الإيطالية الساحرة فلورنس، وفيها زاول فنه وحنينه وأشواقه. ويبدو أن رسم خفاجة انتبه مبكرا إلى أن العودة إلى العراق مسألة غير أكيدة وغامضة، لذلك وضع حجر أساس آخر في مدينة فلورنس وبنى عليه، وعمل على تأكيد حضوره فنانا في الوسط الإيطالي والغربي بشكل عام، فراح يختبر وينجز مراحله واحدة تلو الأخرى في محترفه هذا الذي يقع في مدينة براتو على خاصرة مدينة فلورنس. هذا المحترف هو حاوية لكل مشاعري، يعني كل شيء يمر في ذهني هو في هذا الإطار، يعني مختبرك يعني. في هذا المختبر فعلا. ولذلك أنا أعمل هنا وأفكر هنا وأكتب هنا، وأصاب بالحنين أيضا في داخل هذا المحترف. وعندما تصاب بالحنين ماذا تفعل؟ عندما أصاب في الحنين، الآن لدي إمكانية الاتصال في الأهل والأصدقاء. سابقا لم تعد هذه، كنت أكتب رسائل سابقا إلى والدتي، رسائل لم ترسل، وهي لم ترسل. تكتبها ولم ترسلها؟ أنا أكتب ولم أرسل، لأنه ليست لدي إمكانية في إرسال رسالة في ذلك الوقت. محتفظ في هذه الرسائل؟ محتفظ في الرسائل، كلها رسائل إلى أمي عنوانها،